كان زمان، دلوقتي الرقم ده بقى يعني اضربه على الاقل في 5 يعني، بس هم في الحدود ده. تمام، ده متوسط الدخل. ايه اللي بعد كده؟ التركيبه السكانيه، مصر مصري الوادي اللي هو عدد يعني المصريين يعني اللي عايشين في الوادي 98%. الناس بقى اللي القبائل دول حوالي 2%، ارقام صغيره قوي. هتلاقي مثلا بعض اهلنا في النوبه، بعض اهلنا في اولاد علي في قبائل اولاد علي في الصحراء الغربيه، اهلنا في سيناء. بس في الاخر خالص احنا يعني كمصريين التفرقه حتى صعبه. يعني ما لم واحد يقعد يقول لك على فكره انا من سيناء، انت ما تاخدش بالك قوي ان هو من سيناء. يعني ممكن تقول ده من سوهاج، ممكن تقول يعني. فاحنا نسيجنا الاجتماعي متماسك ومترابط قوي، وده واحد من الاسباب الرئيسيه اللي مخليه البلد دي واقفه على رجلها. حتى بترجع كده الرئيس السادات، طب ما هو من النوبه يعني له جذور نوبيه. الرئيس الطنطاوي المشير طنطاوي ما هو برضه جذور نوبيه. عايز اقول احنا مش التفرقه دي ما هياش كبيره قوي عندنا، وما شكلنا بنعرف نحلها مع بعض. هما بقى عندهم لا، الفرس مثلا 60% والاتراك 20% والعرب 8% والكرد 6% والبلوش 2%. يعني انت حط التركيبه بتاعتهم دي تحس ان هو ان لم تكن لديهم سلطه مركزيه قويه جدا 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 ممكن يتقلبوا على بعض. فعلى هذا الاساس هي مجتمع نسيجه الاجتماعي مش متماسك قوي.